السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا موضوع السيارات، موضوع واير تشارج. دائما لما بتاخذون او بتشترون واير يكون الواير 200، يعني هذا تقريبا متن الواير من برا 16 ملي تقريبا. اما الواير الضعيف ما منه فايدة، اول ما تركبه يسخن وما يشغل السيارة على طول، يسخن يعني يحر ما يوصل كهرباء، بالتالي ما يشغل السيارة. أما لو عندك واير زين، واير جيد 200، هاي ساعدك، يعني ما تبى حد يساعدك، يعني بدون مساعدة الآخرين ممكن تشغل السيارة. هذا الواير 16 ملي، طوله 3.5 أمتار تقريبا. اللي لبن نتكلم عنه موضوعنا، دائما لما واحد يقف السيارات جهة واحدة، يعني يا أما إلى قدام إلى الإمام، ويا أما إلى الخلف، يعني مثل هذه يعني خطأ. لو سيارة ما اشتغلت ولا شيء تبى تشغلها، الواير ما يوصل، ولازم تطلع يعني سيارة وتسوي لك شغلة وتجيب لك حد يساعدك يدز السيارة. أنا هاي السيارة طبعا عندي من أكثر من شهر، يعني من رمضان، أول رمضان ما شغلته، أكثر من شهر، شهر ونص تقريبا، لان البتري خربان، مع ان البتري جديد اخترب، ما شغلت السياره والبتري اخترب، فشغله هذا ما شغلت السياره. فاليوم فكرت اشغل السياره من هذا من الجيب. لما يعني جربت الجيب اصلا البتري راقد ما يشتغل، لان بعد نفس الشيء من زمان ما شغلنا. يعني شو اسوي؟ انجبرت، مديت الواير من هذا السياره، وفي مجال هنا تقريبا متر، في مجال عندي هنا متر او 40 سنتي اقدر اقرب السيارة، لكن الواير وصل وشغلت السيارة، شغلت هذا الستيشن. سبحان الله الحين الستيشن شغلنا اصلا، يعني البتري ما بيتشرج لان البتري خربان خلاص، بس لان السيارة تقريبا سواها شهرين، قريب من شهرين ما شغلناها، لازم نشغلها. ونفس الوقت الحين يعني انا مديت الواير من الستيشن للجيب عشان اشغل الجيب، نفس الشيء، يعني بنصيد عصفورين حجر واحد. اللي بغيت اقول ان الواحد يعني لما بيوقف السيارات في الموقف يكون جهه واحده، يا اما على الريوس يا اما على الامام او قدام، لان انت يعني اتوقع ان السياره ما تشتغل صبح، واي مكان انت مستعجل بيصير الشغل سيارتك ما تشتغل، تتفاجئ ان السياره ما تشتغل وما عندك حد.